مساء الخير، مداخلة جديدة في منولوجيا مويس بارلابونتي بين أولوية الإدراك وتأثيرات المعاصرة. نبدأ بمقدمة. كان مويس بارلابونتي مولود 14 مارس 1908 متوفي 4 ماي 1961، فيلسوف فرنسي تأثر بشدة بفيمولوجيا إدموند هوسيل والفلسفة التأويلية لمارتن أيدينجر. اعتبر أحيانا المفكر الوجودي بسبب ارتباطه الوثيق بجون بول سارتر وسيمون دو بوفوار، على الرغم من استمرار وجود اختلافات كبيرة بين هؤلاء المفكرين. مساهمات الفلسفية الأساسية لمارلوبونتي هي تأكيده على الإدراك وفهمه للجسدانية باعتبارها تجربة ملموسة متعينة الحية للعالم، والتي تعتبر بالنسبة له أساس كل معرفة. يركز عمله الأخير على دور اللغة وعفوية التعبير. أثرت أعماله في العديد من مجالات الفلسفة، لا سيما تلك المتعلقة بالعلوم العرفانية والفلسفة النسوية والفلسفة البيئية. يعني لمحة عامة عن أعماله. أسبقية الإدراك في بنية السلوك ظواهر الإدراك. جادل موريس مارلوبونتي ضد التقليد التجريبي أو الطبيعي، بدءا من جون لوك، والذي اعتبر أن الإدراك كان نتاجا سببيا للأحاسيس. في ذلك الوقت كان هذا المفهوم ذري سببي مستمرا في بعض التيارات النفسية، لا سيما في علم النفس السلوكي بهيبوريزم. في الوقت نفسه مع ذلك جادل موريس مارلوبونتي أيضا ضد التقليد العقلاني أو المثالي، الذي أعطى الأولوية للعقل في فهم العالم، خاصة الموروث عن ديكارت وديكارتيين. على عكس هذين الموقفين، اعتبر موريس مارلوبونتي أن الإدراك هو البعد النشط المهيمن في المعرفة، من حيث أنه الانفتاح البدئي على العالم الحي. لابنزفالت بالألماني. هذا الانفتاح البدئي إذن هو في صميم أطروحتي عن أولوية الإدراك. تأثر مارلوبونتي بشكل كبير بفيمولوجيا هوسيل التي تمسك بالوحدة الأساسية للوعي، في أن كل وعي هو وعي بشيء ما في إطار هذه الوحدة. مع ذلك يمكن التمييز بين فاعل الفكر نوازيس الذي يأتي من الذات وموضوع الفكر متعمد نوام الذي يأتي من الموضوع موضوع المعرفة. في فيمولوجيا هوسيل العلاقة بين نوازيس فعل الفكر والنوام موضوع الفكر متعمد هي الخطوة الأولى في تكوين تحليل الوعي. أثناء دراسة مخطوطات هوسيل بعد وفاته، اكتشف مارلوبونتي جوانب معينة من أعمال هوسيل اللاحقة التي دعت إلى التشكيك في بعض ادعاءات هوسيل نفسه. كشف عمل هوسيل مبكر بالنسبة للعمل اللاحق عن فيمولوجيا محسوسة متعينة لا يمكن استيعابها في الصيغة نويتيك نويماتيك. هذا هو الحال بشكل خاص عندما انتبه مارلوبونتي إلى التجربة البدئية للجسد التي هي في آن واحد موضوع الجسم والجسد وزمن الذاتي الذي ليس فعل وعي ولا موضوع تفكير، والآخرية التي تتجاوز كل الأشياء. لهذا السبب فإن التمييز بين أفعال الفكر وموضوعات الفكر المقصودة لا يشكل أساسا غير قابل للاختزال كما جادل هوسيل في بدايته. بالأحرى يظهر هذا الارتباط في مستوى أعلى من التحليل، أو بعبارة أخرى تتأسس يعني على أساس الأشياء الأكثر بدئية. لهذا السبب ليفترض موريس مارلوبونتي منذ البداية أن يعني الأرض نائمة، بل بدل من ذلك قام بتطوير الأطروحة التي تنص على أن كل وعي هو وعي إدراكي. من خلال القيام بذلك أنشأ منعطف مهم في تطوير الفيمولوجيا، مشيرا إلى أنه يجب إعادة فحص مفاهيم في ضوء أسبقية الإدراك. أول المفاهيم التي تم استحداثها من طرف موريس مارلوبونتي هي الجسدانية أو الجسد الخاص، أو التمييز بين الجسد الذاتي والجسد الموضوعي. مع الأخذ في الاعتبار دراسة الإدراك نقطة انطلاق له، تم دفع موريس مارلوبونتي إلى إدراك أن جسد المرء لكوربروب ليس فقط شيئا موضوع محتمل لدراسة العلم، ولكن أيضا شرط دائم للتجربة من مكونات الانفتاح الإدراكي على العالم واستثماراته. تدل أسبقية الإدراك على أسبقية التجربة بقدر ما يصبح الإدراك بعدا نشطا وتكوينيا. في موجة الإدراك الذي نشره هذا الكتاب المشهور 1945، طور موريس مارلوبونتي مفهوم الجسد الموضوعي كبديل للكوجيتو ديكارتي. بدلا من محاولة إثبات حقيقة الجواهر وبالتالي العالم على أسبقية الكوجيتو، اعتبر مارلوبونتي أن الوعي والعالم والجسد البشري كشيء مدرك متشابك بشكل معقد ومشترك بشكل متبادل. على وجه من ذلك ضد التجريبية، رأى أن الشيء الهائل ليس الموضوع الثابت للعلوم الطبيعية، ولكن ارتباط بجسمنا ووظائفنا الحسية.
يتعامل الجسد مع صفات المعقولة التي يواجهها ويتزامن معها ويعيد بناء الأشياء عمدا داخل إطار عالم دائم الوجود. لا يحدث هذا من خلال نواياه الواعية، ولكن من خلال الفهم المسبق للوعي المسبق للتنوع العالم والأشياء الموجودة فيه. الأشياء هي ما يسيطر عليه جسمنا، بينما القبضة نفسها هي وظيفة ارتباطنا بأشياء العالم. والاعتماد على الخبرة الذاتية الجسدية يعني أننا مقيدون بتحيز أساسي في نظرتنا للأشياء. ومع ذلك فإن حقيقة أن الأشياء تعطى فقط من منظور معين في لحظة معينة من الزمن لا تقلل من واقعيتها أو حدثيتها، بل بالعكس من ذلك تؤسسها، حيث لا توجد طريقة أخرى للأشياء لتكون حاضرة معنا. الشيء الذي نراه في المنظور يتجاوز وجهتنا نظراً، ومع ذلك فهو جوهري فيه. من خلال فعل واعي مسبق للإيمان الأصلي نضع هذا الشيء الهائل في العالم على الفور، حيث يندمج مع شيء أخر ويتصرف مثل أي شخصية مقابلة خلفية معينة. وبقدر ما أن وحدتنا كذات جسدية ليست وحدة في الفكر، ولكنها وحدة نختبرها في تفاعلنا مع محيطنا، لذا فإن وحدة الشيء ينظر إليه على أنها تسود جميع وجهات نظرنا، حسب موريس مارلوبونتي طبعاً. نحن لا نبني شيء بوعي، بل نسمح له ببناء نفسه أمام أعيننا. فقط عندما ينتج عن هذه العملية اللاوعي غموض إدراكي، أي عندما يكون الجسم غير قادر على تقديم شيء لنا بأي طريقة واضحة، يتدخل الشخص بوعي ويوضح إدراكه. بصرف النظر عن مثل هذه الحالات، فإن ذاتية الجسد المدرك تعمل بشكل غير معروف داخل الذات، وتنخرط في حد ثانية قبل الموضوعية للعالم الذي يشارك فيه أيضاً. وكذا بهذه الطريقة نواجه أشياء ذات مغزى في عالم واحد وإن كان مفتوحا دائما. هذه فلسفة الجسد عند موريس مارلوبونتي. الآن فلسفة اللغة والفن. إن أبراز الجسدانية باعتبارها ذات بعد جوهري من التعبيرية التي تعتبر أساسية لتكوين الأنا، هو أحد الاستنتاجات من بنية السلوك كتاب الأول، الذي يتم تكراره باستمرار في أعمال موريس مارلوبونتي اللاحق في فيمولوجيا الإدراك وغيرها، أو العين والعالم وغير ذلك، أو المرء ولا مرئي كتابه المتأخر. باتباع موضوع التعبيرية هذا، يتابع موريس مارلوبونتي الفحص كيف أن ذات المتجسدة في وضعه يمكنها من اتخاذ إجراءات تتجاوز المستوى العضوي للجسم، مثل العمليات الفكرية ومنتجات وأفعال الحياة الثقافية للفرد. عند القيام بذلك فهو يعتبر اللغة جوهر الثقافة، ويفحص الروابط بين انتشار الفكر والإحساس. وبهذه الطريقة يثري وجهة نظره ليس فقط من خلال تحليل اكتساب اللغة والتعبير عن الجسد، ولكن أيضا من خلال مراعاة منطق اللغة والرسم والسينما والأدب والشعر. مؤسس مارلوبونتي مؤسس لفيمولوجيا الكلام. لتوضح أن اهتمام موريس مارلوبونتي بأشكال متنوعة من الفن المرئي التشكيلي الأدبي الشعري لم يكن مدفوعا في المقام الأول بالاهتمام بالجمال في حد ذاته، لأنه لم يحاول وضع أي معايير معيارية للفن، ولا يجد المرء في عمله محاولة نظرية لتمييز ما يشكل العمل الفني. بدلا من ذلك يركز موريس مارلوبونتي اهتمامه بعلم الجمال بشكل أساسي على تمييز المهم بين أنماط التعبير الأولية والثانوية. يظهر هذا التمييز في فيمولوجيا الإدراك ويتكرر أحيانا من حيث لغة التحدث، يعني لونغاج بارلون اللغة المتكلمة. تعتمد اللغة المنطوقة لونغاج بارلي أو تعبير ثانوي على امتعاتنا اللغوية، أي على التراث الثقافي الذي اكتسبناه، فضلا عن الكتلة الغاشمة من العلاقات بين الإشارات والدلالات. بين اللغة الناطقة لونغاج بارلون أو التعبير الأساسي هي اللغة في إنتاج المعنى أو الدلالة، أنها لغة عند مجيء الفكر في اللحظة التي اخترق فيها الفكر وجعل نفسه مفهوم. كانت لغة التحدث أو التعبير الأساسي إذن هي التي اهتم مارلوبونتي بالفن وجعلته يحفز معالجته لطبيعة الإنتاج وتلقي التعبيرات. يتدخل هذا الموضوع إذن مع تحليله للفعل والقصدي والإدراك والترابط بين الحرية والظروف الخارجية. على وجه الخصوص في مناقشته للرسم، يقول موريس مارلوبونتي أنه في لحظة عمله الإبداعي يبدأ الرسام إما بفكرة معينة ثم يحاول تحقيقها، أو مع المادة ومحاولة تكوين فكرة أو عاطفة معينة. في كلا الحالتين على الرغم من ذلك يوجد في نشاط رسم الحمل بين تطوير التعبير والإحساس أو المعنى الذي يتم إنشائه. بدءا من هذا الوصف الأساسي، حول موريس مارلوبونتي تفسير البنى الثابتة التي تميز التعبيرية، المحاولة لمراعاة التحديد المفرط للحس الذي وصفه في شكل سيزان. أيضا من بين البناء التي يجب مراعاتها احتلت دراسة مفهوم الأسلوب مكان مهم في اللغة غير المباشرة وأصوات الصمت، على الرغم من بعض أوجه التشابه مع أندري مارلو. يميز موريس مارلوبونتي نفسه عن مارلو فيما يتعلق بثلاث مفاهيم للأسلوب، آخرهم مستخدم في مارلو وأصوات الصمت. لاحظ موريس مارلوبونتي أن الأسلوب يستخدم أحيانا بواسطة مارلو بمعنى شخصي للغاية، يفهم على أنه إسقاط للفرد
فردية الفنان في أوقات أخرى يتم استخدامها بالمعنى الميتافيزيقي للغاية في رأي موريس مارلو بونتي بمعنى صوفي. هذه ارتبط الأسلوب بمفهوم الفنان إبر يعبر عن روح الرسم. أخيرا في أوقات أخرى يتم تقليل الأسلوب إلى مجرد تعيين فئة من مدرسة أو حركة فنية. بالنسبة لمارلو بونتي فإن هذه الاستخدامات لمفهوم الأسلوب هي التي دفعت مارلو إلى افتراض انقسام بين موضوعية اللوحة عصر النهضة الإيطالية وذاتية الرسم في عصره، وهو استنتاج يعرضه موريس مارلو بونتي. وفقا لموريس مارلو بونتي فمن المهم النظر في قلب هذه الإشكالية من خلال إدراك أن الأسلوب هو أولا وقبل كل شيء مطلب مستحق لأولوية الإدراك، مما يعني أيضا مراعاة أبعاد التاريخية والذاتية والتعبيرية بالنسبة إلى الفن واللغة. بعد ذلك في الخاتمة التأثيرات المعاصرة. ربما قلنا أن في وجه مارلو بونتي لها تأثير في العلوم العرفانية المناهضة للمعرفة. على الرغم من موقف موريس مارلو بونتي النقد الخاص يتعلق بالعلوم، وقد أصبح عمله معيار الخيوط المعادية للمعرفة في العلوم العرفانية للإبستيمولوجيا. حدث هذا إلى حد كبير من خلال تأثير هربرت درايفوس. نقد درايفوس المعرفة أو الحساب الحسابي للعقل فيما لا تستطيع الحواسيب أن تفعله، يعيد نقد موريس مارلو بونتي لعلم النفس الفكري من أجل الدفاع عن عدم اختزال المعرفة الجسدية التي تحدث من خلال عمليات مفصلة ونحوية. علوجنا على ذلك من خلال نشر العقل المجسد في عام 1991 بقلم فرانسيسكو فاريلا وإيفان تومسون وإلانور روش، امتد هذا الارتباط إلى خيط آخر من العلوم العرفانية المناهضة للمعرفة، أي العلم المعرفي المتجسد أو النشط. من خلال تأثير درايفوس وأولئك الآخرين أصبح موريس مارلو بونتي والفيمينولوجيا نقطة محورية في نظرية الإدراك. قد أدى هذا بدوره إلى العديد من التفسيرات الفيزيولوجية العصبية للترابط بين العقل والجسد في عملية المعرفة. تأثيرات نأتي في مستوى ثاني، تأثيرات موريس مارلو بونتي على الفلسفة النسوية. جذب عمل موريس مارلو بونتي أيضا اهتمام بعض الفلاسفة الأستراليين والإسكندنافيين الذين يستلهموا من التقاليد النسوية الفرنسية، بما في ذلك روزالين ديبروز وإيريس يونغ. يستخدم عمل ديبروز الأخير مفهوم موريس مارلو بونتي بين الجسدية والجسدانية أو عدم التمييز بين وجهات النظر من أجل نقل سياسات الهوية الفردية من منظور نسوي. من خلال القيام بذلك تقوم بتحليل عدم اختزال الكرم كفضيلة، حيث يكون الكرم إحساس مزدوج بالعطاء والبذل. كما تستخدم إيريس يونغ في منوجيا الجسد لمارلو بونتي في مقالها رمي كفتاة ومتابعتها بعد 20 عام في هذه الأعمال. تحلل يونغ الطرائق الخاصة لسلوك الجسد الأنثوي لأنها تختلف عن تلك الخاصة بالذكور. تلاحظ يونغ أنه في حين أن الرجل عادة ما يرمي الكرة من خلال تحريك جسدها بالكامل، فإن المرأة تقيد حركتها بشكل عام لأنها ترمي الكرة بشكل عام. إذن في الرياضة تتحرك النساء بطريقة مترددة وتفاعلية. تشير يونغ إلى حجة موريس مارلو بونتي بأننا نختبر العالم من منظور أنا أستطيع، بمعنى آخر نحن موجهون نحو مشاريع معينة بناء على قدراتنا وعاداتنا. تستخدم يونغ هنا في الأطروحة القائلة بأن هذا القصد عن النساء غالبا يتم كبحه ويوقعه في التناقضات بدلا من كسب الثقة والانطلاق والتحفز نحو العالم. في الأخير تأثير موريس مارلو بونتي في الفيمينولوجيا البيئية. أخيرا تم تخصيص عمل موريس مارلو بونتي أيضا من قبل بعض المفكرين البيئيين في محاولاتهم لتشكيل ظاهرة بيئية. تحاول الفيمينولوجيا البيئية إعادة التفكير في فكرة الطبيعة من خلال تحليل الفيمينولوجيا لتجربتنا مع الطبيعة والعلاقات الجوهرية التي تعمل داخل العالم. اقترح مفهوم مارلو بونتي عن الجسدانية ديناميكية داخلية داخل مسرحية الطبيعة. ديفيد أبرام على سبيل المثال يشرح مفهوم موريس مارلو بونتي للجسد على أنه النسيج الغامض أو المصفوفة التي تكمن وراء وتؤدي إلى كل من المدرك والمدرك كجوانب مترابطة إلى النشاط التلقائي. يؤدي هذا إلى مفهوم الطبيعة حيث يتم توحيد الذات والموضوع ديالكتيكيا كتحديدات ضمن واقع موحد أكثر بدئي. إذن إلى أي مدى يظل موريس مارلو بونتي والفيمينولوجيا التي أنتجها فلسفة راهنة بالنسبة إلينا من أجل إنقاذ الطبيعة والبيئة، ومن أجل أيضا تفكير يمنح يعني الفئات الهشة مثل النساء حقوق أكثر. وأيضا ربما في المستوى الثالث
يعني مسألة يعني التفكير في العلاقة بين العقل والجسد في عملية المعرفة والانتصار إلى هذا يعني الحركة الديالكتيكية، هذا الترابط بين العنصر الفيزيولوجي البيولوجي والعنصر النفسي الذهني. شكرا جزيلا لحسن الانتباه، أرجو أن تكون هذه المحاضرة قد أفادتكم. إلى اللقاء في المحاضرة الفلسفية القادمة.